أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. جميع ما يتفضل به ضيوفنا الأكارم بكل حلقة لا يعبر نهائيا عن رأي مؤسسة أورينت ولا تتبنى. ملفنا لهذا اليوم الروس، حوار الثوار أم وقف إطلاق النار؟ شروط روسيا التعجيزية الخبيثة بضرورة فصل الثوار عن جبهة فتح الشام أو النصرة سابقا، وصفة تطرحها كل القوى الدولية والإقليمية عندما تحاول أن تفرض حلا على المعارضة السورية أو تتنصل من أي اتفاق، وعمليا هي وصفة للاقتتال الداخلي بين الثوار لا أكثر ولا أقل. ولأن كل قرية أو مدينة بها مقاتلون من كافة الفصائل والأطراف فهي مؤشر على الاقتتال الداخلي. إصرار موسكو على استثناء الغوطة الشرقية من الهدنة تجسيد لسياسة روسيا العسكرية القائمة على القضم التدريجي والمتوالي لجيوب المقاومة وعدم فتح معارك شاملة ضد المعارضة، ودليل على أن معركة روسيا وإيران القادمة ستكون في ريف دمشق وأن الحسم العسكري هو الخيار الأوحد. تركيا تقوم بالضغط على المعارضة السورية مقابل الحصول على دعم روسيا وإيران لمنع قيام كردي على حدودها الجنوبية. تركيا هي من فتحت معركة درع الفرات لحماية حدودها وسحبت جزءا كبيرا من مقاتلي حلب، 2700 مقاتل للمشاركة في هذه العملية، ممن عكس سلبا على التحرير أو العمليات العسكرية في حلب الشرقية. هذه العملية من أجل مصالحها، وهي أيضا من منعت الإمداد عن مقاتلي المعارضة في ريف حلب وضغطت عليهم لمنعهم من فتح معركة جديدة ضد النظام وميليشيات الحشد الشيعي الشعبي الصفوية المتحالفة معها التي كانت تخوض معركة شرسة في أحياء حلب الشرقية. ولكن تركيا بالمقابل استقبلت أكثر من 3 مليون لاجئ سوري. الوضع في حلب كان مرشحا لأن يكون أكثر كارثية مما وصل إليه لو لم تتدخل تركيا وتتوصل مع روسيا على الأقل لنقل المدنيين وكذلك المقاتلين مع عائلاتهم. السؤال هنا، عوامل ثلاثة أثرت على الموقف التركي من الملف السوري، هي الواقع الميداني السوري والمشهد التركي الداخلي والموقف الدولي من الثورة أو الأزمة السورية. المرحلة القادمة ستشهد محادثات سرية واسعة بين إيران وتركيا وروسيا حول مستقبل سوريا، وتركيا حريصة كل الحرص على ألا تخرج المعارضة السورية من هذا الحوار، لكنها بالمقابل بالتأكيد تريد الفصل بين فصائل الثورة السورية والفصائل المتطرفة كما يسميها الغرب مثل جبهة فتح الشام، وهو ما يدفع الشعب السوري لحرب أهلية سنية سنية. استبعاد فكرة جلوس الحكومة التركية مع نظام بشار المجرم على طاولة مفاوضات واحدة في هذه المرحلة، لأنه لا يمكن لتركيا أن تقبل وجود النظام بعد قتل حوالي 500,000 شخص وهي متمسكة بدعم المعارضة ودعم أمنها القومي في الوقت نفسه. أدى الاتفاق الثنائي بين تركيا وروسيا لإجلاء المدنيين والعسكريين من شرق حلب ثم انعقاد القمة الثلاثية بمشاركة إيران حول سوريا إلى انتشار تحليلات وتوجيهات اتهامات خفية لتركيا بتغيير سياستها اتجاه الأزمة السورية. سنناقش هذا الموضوع بمحورين. المحور الأول، تركيا تجازف كثيرا في تفاهمات مع روسيا بسمعتها والصورة الذهنية عنها بين السوريين والعرب وبقوتها الناعمة في العالم العربي والمنطقة، إذ تعطي انطباعا بمقاربة مصلحية براغماتية بحتة للأزمة السورية وأنها في تناغم وتحالف مع دولتين محتلتين فعليا للأرض السورية ووارغتين في دماء شعبهما هما روسيا وإيران. هذه الصورة الذهنية التي تضع الجزرة التركية جنبا إلى جنب مع العصا الروسية والإيرانية ستعني أن التفاؤل والاستبشار بعملية درع الفرات من قبل طيف مهم من السوريين والتفهم والمداراة لتطورات هذه العملية ونتائجها وآثارها السلبية التي سادت حتى الآن قد تختفي جميعها لتتحول النظرة لتركيا من دولة داعمة ونصير إلى قوة غير مرغوب فيها على الأرض السورية. المحور الثاني، تطور الموقف التركي من حث بشار على القيام
القيام بإصلاحات جذرية وحقيقية مع بداية الحركة الاحتجاجية في مارس آذار 2011 إلى دعم المعارضة والمطالبة بإسقاط النظام ابتداء من عام 2012 إلى القبول بالحل السياسي للأزمة بشرط رحيل الأسد في عام 2015 إلى القبول الضمني ثم لعنني ببقائه خلال الفترة الانتقالية عام 2016 إلى التدخل العسكري المباشر على الأرض السورية عبر عملية درع الفراتي في أغسطس آب 2016. قرار التدخل رغم سنوات من أدبيات رفض التورط في الأزمة جاء بناء على أولويات الأمن القومي التركي والرغبة في وأد فكرة الدويلة الكردية في الشمال السوري، وبسبب الإخفاق في بلورة الرؤية التركية في سوريا لعدة أسباب، منها ضعف المعارضة وتشتتها والتدخل الروسي المباشر، وتأثر بتبدل الموقف الدولي من الضغط على النظام إلى الاكتفاء فقط بمواجهة تنظيم الدولة داعش حصرا، وأثر تفاهمات مع موسكو وضوء أخضر منها بعد التقارب وتطبيع العلاقات معها. سنناقش هذا الموضوع من جوانبه المتعددة مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من الدكتور زهير سالم والدكتور زكوان بعاد والدكتور عدنان البوش والأستاذ منصور الأتاسي وسيادة العميد الركن أحمد الشروف والأستاذ نصر فروان، وكل ذلك في محورين سنستمع إلى كل ذلك، ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير المفصل. اتفقت تركيا وروسيا على مقترح لوقف إطلاق نار شامل في سوريا سيعرض على أطراف الأزمة هناك ويستثني التنظيمات الإرهابية على حد قولهم، تزامنا مع اجتماع مرتقب بين ممثلين عن الثورة السورية وعسكريين روس وأتراك. تركيا وروسيا اتفقتا على مقترح لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار وإجلاء السكان من مدينة حلب ليشمل جميع مناطق الاشتباكات بين نظام الأسد والميليشيات الموالية له من جهة والمعارضة من جهة أخرى. أنقرة وموسكو ستبذلان جهودا حثيثة لإدخال وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة حيز تنفيذ بأسرع وقت ممكن. بدورها فصائل المعارضة رفضت طلبا روسيا باستثناء الغوطة الشرقية من الهدنة. هذا ومن المقرر أن يعقد اليوم الخميس اجتماعا بين ممثلين عن المعارضة وعسكريين روس وأتراك لبحث وقف شامل لإطلاق النار في سوريا، مما يعد خطوة في طريق الترتيب لاجتماعات في العاصمة الكازاخستانية أستانا. ونقل عن مصادر خاصة أن اجتماعا تمهيديا عقد الجمعة والسبت الماضيين بين المعارضة والجانب التركي تلاه اجتماع آخر حضره عسكريون روس وممثلون عن معظم الفصائل السورية برعاية تركية دون التوصل فيه إلى قرار وقف إطلاق النار بسبب طلب الجانب الروسي استثناء الغوطة الشرقية من الهدنة، وكذلك طلبه التعريف بمواقع جبهة فتح الشام جبهة النصرة سابقا، وهو ما رفضته المعارضة السورية المسلحة. وقال مصدر دبلوماسي روسي أن عسكريين يمثلون روسيا وإيران وتركيا يخططون للمشاركة في مفاوضات أستانا المرتقبة، بينما ذكر مصدر عسكري روسي أن أغلبية المشاركين سيكونون من العسكريين بمن فيهم ممثلون عن قوات النظام وممثلون عن المعارضة المسلحة. وقال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب أن المعارضة السورية مستعدة لهدنة ومفاوضات بشأن الانتقال السياسي على أن تعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وعبر حجاب عن دعمه لجهود الأشقاء والأصدقاء في حقن الدم السوري من خلال إبرام اتفاق هدنة وتحقيق بنود القرارات الأممية ذات الصلة. كما رحب رياض حجاب بالتحولات في مواقف بعض القوى الدولية والجهود التي قد تمثل انطلاقة للتوصل إلى اتفاق يجلب تنفيذ مضامين بيان جنيف واحد والقرارات الأممية ذات الصلة. وقال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات أن المعارضة غير معنية بأي صفقات خارجية تتم بمنأى عنها، وأنها لم تتلقى دعوة لحضور المفاوضات التي يجري التداول بشأنها حتى الآن، في إشارة إلى المفاوضات التي قالت روسيا أنها ستعقد في أستانا عاصمة كازاخستان. نرحب بضيوفي على المحور الأول، كل من الدكتور زهير سالم والدكتور زكوان بعاج والدكتور عدنان البوش. أهلا وسهلا بكم ضيوفا أعزاء علينا في أورينت. نبدأ دكتور زهير، تركيا تقوم بالضغط على المعارضة السورية مقابل الحصول على دعم روسيا وإيران لمنع كيان كردي أو جيب كردي على حدودها الجنوبية. تركيا هي من فتحت معركة درع الفرات لحماية حدودها وسحبت جزءا كبيرا من مقاتلي حلب للمشاركة
المشاركة في هذه العملية وكانت النتيجة خسران حلب الشرقية من أجل مصالحه، وهي أيضا من منعت الإمداد عن مقاتلي المعارضة في ريف حلب وضغطت عليهم لمنعهم من فتح معركة جديدة ضد النظام وميليشيات الحشد الشيعي الشعبي الصفوي المتحالفة معها التي كانت تخوض معركة شرسة في أحياء حلب الشرقية. دكتور زهير معك. يلا تفضل دكتور، هل سمعت السؤال؟ تحية لك وتحية لضيوفكم الكرام ولمستمعيكم. أهلا وسهلا. في الحقيقة يعني الموقف التركي آل في حقيقته في المرحلة الأخيرة إلى أنه أصبح جزء من المشهد الإقليمي والمشهد الدولي. صحيح. اليوم نحن في هذه الساعة نراقب تطورا خطيرا في صلب الموضوع الذي نريد أن نناقشه. الآن تم الإعلان خلال يعني أقل من ساعة، تم الإعلان عن توصل إلى وقف إطلاق النار، أعلنته موسكو وأعلنه النظام السوري وأعلنته تركيا، وأصبح وقف إطلاق النار في سوريا خلال العشر ساعات القادمة يعني أمر واقع كما يقولون إذا تم الالتزام والتنفيذ بما تم الإعلان عنه. لكن نحن الآن نناقش حسب سؤالكم، حسب المطروح، المحور الذي بين أيدينا، يعني جدية أو حجم التحول في الموقف التركي. أنا أقول التحول في الموقف التركي كان نتيجة يعني مدخلات دولية وإقليمية كثيرة وداخلية تركية، والتحول في الموقف التركي كان بالنسبة للثورة السورية سلبيا إلى حد كبير، وتركيا دولة أو هي الدولة الأكثر تأثيرا ولا سيما على الشمال السوري. عندما نتحدث عن قطاع الشمال السوري جهة بطول تقريبا 1000 كيلومتر، وبالتالي نحن تابعنا منذ كما تفضلتم في تقريركم عملية درع الفرات، بل قبل عملية درع الفرات يؤرخ للتحول التركي الإقليمي والدولي بتغيير حكومة أحمد داود أوغلو والمجيء بحكومة مولود جاويش، الذي كان من أولى تصريحاته تنبأ الذين كانوا يستمعون السياسة جيدا إلى أن أمرا ما سيحدث في تركيا. تركيا عانت من خذلان كبير من الناتو بشكل عام، من الولايات المتحدة بشكل خاص، لم تستطع وأرادت ربما، وأنا لا أفسر النوايا، أن يكون لها دور إقليمي، لم تستطع أن تصل مع الدول الإقليمية ونقصد بالذات الدول العربية ودول الخليج العربي إلى تفاهمات تؤدي إلى إيجاد محور صلب. وأشدد على كلمة صلب، أنا لا أتحدث عن زيارات ومجاملات وتصريحات مجاملة، لم يصلوا إلى محور صلب في وجه على المستوى الإقليمي المحور الإيراني، وعلى المستوى الدولي في وجه السياسة الأمريكية التي كانت تصر على خذلان الشعب السوري. الآن في المشهد الذي بين أيدينا، الموقف التركي المتغير يعني قام بعملية استدارة أو شقلبة أو قبضة قد تكون في فراغ، انحاز إلى أعداء الشعب السوري في ظاهر الأمر، ويحاول في على طريقة، واسمحوا لي أستخدم هذه الكلمة، طريقة المنكسر، أن يحصل ما يمكن تحصيله، أن ينقذ ما يمكن إنقاذه. يعني المشهد التركي منذ أن ذهب أردوغان إلى الاعتذار إلى بوتين، ليس سهلا على الشخصية التركية، والشخصية التركية معروفة أن تذهب إلى حد الاعتذار، لكن أردوغان بلع ريقه السياسي كما نقول واعتذر إلى بوتين، واستعاد بأنه كدولة ودولة إقليمية كبيرة تحتاج إلى أن توازن مواقفها السياسية. الولايات المتحدة الأمريكية تحالفت مع أعدائه الصميمين، ولا أقصد بشار الأسد الآن، أقصد قوات حماية الشعب والمنظمات الكردية المحسوبة على الإرهابيين، البيدي والبيكيكي، تحالفت معهم. واليوم أردوغان يصرح بهذا جهارا ويقول الولايات المتحدة تغذي الإرهابيين، هو يقصد بكل تأكيد حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا والمشتق منه البيدي أو ما اسمه وحدات حماية الشعب. نعم. إذن أردوغان اضطر أن يقفز هذه القفزة. أنا يعني كإنسان سوري حين أنظر إلى المشهد
وإن كان اليوم يعني قد يكون وقت إطلاق النار يعني هو كالذي رضي من الغنيمة بالإياد كما يقولون، ولكن يعني وقف شلال الدم أحيانا يستحق الناس أن تفكر بهذه الآلام كما جاء في تقريركم. يعني عملية درع الفرات كانت قاسية، كانت البداية لما حصل في حلب، وحلب ليست يعني حراك عابر في التاريخ، حلب ستبقى تصاحب كل الذين شاركوا في ما حصل فيها إلى آخر أعمارهم، وستحبهم إلى قبورهم. حلب مدينة 12 ألف سنة كما جاء في تقرير دولي، 12 ألف سنة هذه المدينة من المدن الأولى أو المدن التي لا أول لها في الحضارة الإنسانية، تم تسليمها في صفقة باردة، حلب، ولا أريد أن أقول مقابل الباب، مقابل أن يكون لتركيا موطئ قدم تحت المظلة الروسية. هكذا كانت الصفقة وحصل الذي حصل. الآن الأتراك يحاولون ترميم ما كان بالوصول إلى وقف إطلاق النار. أنا أقول من الـ يعني السرعة أن نحكم الآن على وقف إطلاق النار وعن تداعياته. الخبر ما يزال أوليا، التعليقات عليه وما صاحبه يعني لا يسعف بمعلومات، لا نريد أن نكون سلبيين، كذلك نحن تهمنا دماء شعبنا، لا نريد عمل عسكري عبثي، ولم نكن نريد عملا عسكريا بالأصل، كانت ثورة سلمية، فعلينا أن ننتظر، ولكن علينا أيضا أن نستفيد من الدرس، هذا الدرس الذي قام على الوثوق بسياسيين كانوا يبذلون الآمال العراب. لو أن تركيا وفت بعهدها منذ الأشهر الأولى، ولا أريد أن أقول العام الأول، لما وصل الشعب السوري إلى ما وصل إليه. التردد والنكوص والحسابات الزائدة هي التي أوصلت الشعب السوري إلى ما وصل إليه، وجزا الله الجميع خيرا، لا نستطيع أن نقول إلا هذا الكلام. ابقى معي دكتور زهير، مشكورا، وننتقل إلى الدكتور عدنان البوش. أهلا وسهلا بك دكتور عدنان. دكتور عدنان، القمة الثلاثية في موسكو بعد إجلاء المدنيين والعسكريين من شرقية حلب حملت إشارات إضافية على إعادة تموضع تركيا في الأزمة السورية واقترابها أكثر من روسيا وبدرجة تقريبا أقل من إيران على حساب رؤيتها السابقة، بل ومصالحها في بعض التفاصيل. فقد همش الإعلان الدور الأمريكي الأوروبي وصدر في غياب أي ممثل عن السوريين، وشمل وقفا شاملا لإطلاق النار في كل سوريا، وحدد مكافحة الإرهاب كأولوية، أي قتال داعش بالدرجة الأولى، وحكم على سوريا المستقبلي بأنها يجب أن تكون ديمقراطية وعلمانية، ولا مانع من أن تكون تحت رعاية بشار الأسد. دكتور عدنان، دكتور عدنان، هل تسمعني؟ دكتور زكوان، هل استمعت للسؤال دكتور زكوان؟ أهلا وسهلا بك دكتور زكوان. السلام عليكم، تحية حضرتكم دكتور هشام، المشاركين والأخوة المستمعين. الحقيقة يعني قبل ما نحكي بالموضوع، في نقطة بحب أقولها، أنه وقف إطلاق النار هو عبارة عن وقف إطلاق، وقف قصف وقتل الشعب السوري من قبل العصابات الأسدية والإيرانية والروسية. عمليا نحن نستقبل هذا القصف طول الوقت. بالنسبة لموقع يعني تركيا والسؤال اللي حضرتك طرحته، يعني كما نرى نحن حاليا الأمور، تركيا يعني طلعت خرجت من الانقلاب وفق ورأت بأن البرامج والمؤتمرات والعفو البرامج والاتفاقيات وما يظهر منها على الأرض هو أمر لا ينسجم مع 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 حلفاء استراتيجيين الناتو. يعني تركيا الحالي العضو في الناتو وعضو مؤسس للناتو، ويتقوم القوى الدولية الغربية وبشكل خاص المخابرات الأمريكية بالتنسيق لعملية انقلاب، فهو هذا ما أزعج الأتراك بشكل واضح، وخاصة أن ما تم حاليا مع تركيا، أن تركيا هي كانت من الداخل المطبخ الأمريكي وداخل المطبخ الناتو،
بينما روسيا كانت من الخارج وكعدو للناتو بمكان نقول يعني بين قوسين، لأنه هي عمليا تصنف بالنسبة للروس ك أو عفوا للأمريكان أو للغرب يعني كنوع من أنواع هناك العداء التاريخي أو العداء بفترة الاتحاد السوفيتي. لذلك أدرك الجميع بأن هذا ما يتم حاليا تصنيفه في من خلال التوافق الروسي التركي بأن ما يتم هو نوع من أنواع يعني اللعب على الحبل الطويل. نعم، ابقى معي دكتور زكوان مشكورا. وننتقل إلى الأستاذ نصر فروان. أهلا وسهلا بك أستاذ نصر. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، تحياتي لك ولضيوفك والسادة المستمعين. أهلا وسهلا أستاذ نصر. عوامل ثلاثة أثرت على الموقف التركي من الملف السوري، هي الواقع الميداني السوري، الجبهات تقريبا باردة الآن، والمشهد التركي الداخلي، والموقف الدولي من الثورة أو الأزمة السورية. كيف تقرأ ذلك أستاذ؟ لا شك في ذلك، يعني أعتقد أنه هذه عوامل، ثلاث عوامل أساسية وهناك عوامل أخرى عديدة، ولكن بالمجمل دعني أقول لا أحد يظن أو يفكر أن تركيا ستغير استراتيجيتها في دعم حلفائها داخل المعارضة السورية بما يخدم مصلحة تركيا وسوريا معا. يعني علينا أن نكون موضوعيين. طبعا لا شك وكما هو معروف أنه منذ بداية الثورة وقفت الحكومة التركية موقف المساند والدعم للمطالب المحقة للشعب السوري، وفعلا حاولت مرارا الوصول إلى حلول سياسية تحقق مطالب الشعب السوري وتجنبنا الدمار الذي حل بنا. طبعا وقامت الحكومة التركية بنشاط سياسي كبير من أجل احتواء الأزمة في سوريا منذ البداية، وراهنت في ذلك على العلاقة الطيبة التي كانت تربط تركيا مع الحكومة مع الحكومة السورية أو مع النظام السوري. كلنا نتذكر الزيارات المكوكية لوزير الخارجية التركي إلى دمشق من أجل احتواء الأزمة والوصول إلى حل سياسي، إلا أن تركيا وصلت إلى في مرحلة ما إلى حالة من اليأس في إقناع بشار الأسد الذي على ما يبدو كان واضعا خطة من أجل قمع الثورة السورية عسكريا وبعنف. وكل المجهود اللي بذلته تركيا، أقصد المجهود الدبلوماسي من أجل إقناع بشار الأسد بالاستجابة للمطالب العادلة للشعب السوري، كلها باءت في الفشل، ووصلت تركيا إلى حالة من اليأس، وأيقنت الحكومة التركية أن الأسد كان يماطل ولا يوجد عنده أي رغبة بالوصول إلى حل يلبي المطالب المحقة للشعب السوري. وكما قلت كان قد وضع خطته بذرف سوريا بدء من حديد بعد ما تبين لأنقرة بشكل واضح أن الأسد لا يمكن إنتاج نهج الإصلاح ويلبي مطالب الشعب السوري. لم يكن أمامها إلا الخيار إلا خيار الوقوف إلى جانب الشعب السوري بدعم ثورته ومطالبه المحقة، ففتحت أراضيها للثورة السورية. ولا أحد ينكر بأن تركيا دعمت الشعب السوري سياسيا وإغاثيا وإعلاميا وعسكريا، ولأنها كانت تريد إنهاء الصراع المسلح في سوريا بسرعة، ومن مصلحتها استقرار الأوضاع على حدودها في النهاية. وبشكل عام إذن روسيا كان موقفها لا بأس به تجاه الثورة السورية، ولكن الآن نرى أن هناك تحولا في الموقف التركي من دعم الثورة. صحيح أنه ليس بالتغير الجوهري أو التغير الاستراتيجي، لأنه الأهداف الرئيسية للحكومة التركية بالنسبة للشعب السوري وبالنسبة للثورة السورية ما زالت كما هي، إلا أن الدعم نستطيع القول أنه أصبح مشروطا أو محدودا، أو دعني أقول هناك ترشيد طبعا وفقا لمصلحته اللي أصبحت أكثر براغماتية. أما عن أسباب هذا التحول أستطيع أن أجملها بعدة أمور. أولا، تركيا راهنت منذ البداية وكان عندها أمل
بأن تتحول الثورة من مرحلة دعني أقول الفوضى ومن مرحلة الارتجال كأي ثورة في العالم إلى مرحلة الهيكلة والتنظيم، ولكن هذا لم يتحقق. اثنين، غياب الحلفاء اللي يمكن الاعتماد عليهم ودعمهم للثورة السورية، فالواقع السياسي والعسكري في الثورة مشتت منقسم على نفسه، والتحالفات والتوازنات تتغير بحيث أصبح من الصعب على تركيا الاعتماد على هذا الواقع المنقسم. بمعنى آخر يا سيد العزيز، دعني أقول بأن تركيا أصيبت بخيبة أمل من الداعم الذين أعلنوا عن أنفسهم كداعمين للثورة السورية، كداعمين أساسيين، وخاصة قطر والسعودية. وأيقنت تركيا بأن لقطر وللسعودية أجندة معينة، أجندة محددة، اللي هي احتواء الثورة السورية وتوجيهها كما يريدون. وأقولها ولكن هذه النقطة الخطيرة التي أبرزتها، أليس وكان واجب على الجناح السياسي لرموز الشعب السوري السنة أن يقنعوا دول مجلس التعاون الخليجي العربي بأن حلب الشرقية هي حجابات أمامية وأمام القطاعات الساترة للمد الشيعي الذي هو بطريقه أو الهلال الشيعي أو بطريقه إلى أنخيب التي تبعد 75 كيلو متر عن مطار عرعر السعودية؟ ولا ننسى تصريح هذه العامري عندما قال سنفجر الصندوق الأسود، أي الكعبة، أي أن الشعب السوري هو يدافع عن مجلس التعاون الخليجي العربي. أليس بالأحرى كان بمجلس التعاون الخليجي العربي أن قاتل الحشد الشيعي الشعب الصفوي في حلب بدل من أن يذهب ليقاتله في العواصم؟ نعم. لماذا لم توصلوا لهم الفكرة هذه؟ لماذا هذه الفكرة؟ طبعا هم يعونها تماما، يعون بأن الشعب السوري هو يدافع عنهم، ويعون أن أي شهيد يسقط في سوريا يوفر عليهم 5 أو 6 شهداء. ولكن يا سيد العزيز، كما قلت لك، هدفهم الأساسي هو إيران بالدرجة الأولى، إطالة الأزمة. يعني السعودية وقطر مع الولايات المتحدة الأمريكية هدفهم الأساسي هو إطالة الأزمة من أجل إنهاك إيران، ومن حتى من أجل إسقاط النظام الإيراني. ولنعلم بأن لا قطر ولا السعودية تمتلك حرية اتخاذ القرار، إنهم يوجهون عن بعد عن طريق الريموت كنترول كافة الأنظمة العربية فاقدة الفعالية، لا حول لها ولا قوة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، السعودية وقطر حصرت تعاملها مع الائتلاف، والائتلاف ما هو إلا بناء كرتوني لكن ومرتهن، بالأصل هو مرتهن لهم. نعم. أما عن باقي الأسباب أستاذ هشام، أكمل يعني في عندنا حدوث، دعني أقول، خلل في التحالفات الدولية، حيث تراجع دور الدول الأخرى الداعمة للثورة السعودية. للثورة السورية تقصد؟ شاهدنا ذلك. تقصد للثورة السورية، يعني مش الحوثيين، للثورة السورية. لا. وليس السعودية. لا، تراجع الدعم للثورة السورية. نعم. من قبل الداعمين وعلى رأسهم قطر والسعودية. نعم، صحيح هيك. كمان إضافة إلى تدخلهم العميق في تشكيلات المعارضة السورية. يعني السعودية وقطر كما قلت حاولوا يحتوى الثورة السورية وتدخلوا في تشكيلات المعارضة السورية. دعني أقول لك حقيقة، نحن الآن نفند أخطاء الثورة السورية، ولكن كن على ثقة تامة بأن هذه الأخطاء لم تكن عن عبث، وأنما كانت ممنهجة وكانت مخططة. يعني عندما يختارون قيادات سياسية، أي السعودية وقطر وغيرهم، عندما يختارون هم بأنفسهم قيادات سياسية وعسكرية غير كفؤ، هذا كان طبعا له أهداف معينة بالنسبة لهم. أيضا التقارب الإيراني والأمريكي برعاية روسية وضع تركيا وحيدة بدعمها، وشكل عليها عبء ثقيل، حمل ثقيل. يعني هناك في سياسة اسمها سياسة توفيق الأوضاع.
هو من حق تركيا يعني. أيضا الأمر المهم هو الضغوط الداخلية بتركيا. تركيا بلد ديمقراطي. نعم. وأيضا حكومة أردوغان تخوض دعني أقول حرب سياسية ضد معارضيها التقليديين. نعم نعم. الحزب الجمهوري وحزب الشعب وبعدين طلعوا لجماعة فتح الله. أستاذ نصر وصلت الفكرة، كل الشكر والتقدير للأستاذ والمحلل السياسي والاستراتيجي الأستاذ نصر فروان، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا في البرنامج. ونعود للدكتور زهير. دكتور زهير، تركيا تجازف كثيرا في تفاهماتها مع روسيا، سمعتها بسمعتها والصورة الذهنية عنها بين السوريين والعرب وبقوتها الناعمة في العالم العربي والمنطقة تعطي انطباعا بمقاربة مصلحية براغماتية بحتة للأزمة السورية، وأنها في تناغم وتحالف مع دولتين محتلتين للأرض السورية وولغتان في دماء شعبها هما روسيا وإيران. كيف تستطيع أن تنسق مشكلة الشعب السوري؟ وأنت أكثر مني علما بهذا الموضوع، ليس مشكلته هو بحاجة إلى خيمة 15 باوند أو في رزمة من الخبز، ولكن الشعب السوري يريد صاروخ تاو أو قاذف ستينجر. دكتور زهير، يعني أولا أنا أحب أن أقول بأن يعني الآن لا نريد أن ندخل في جدلية كما كان الصديق العزيز يتحدث في تقاذف الكرة. نعم. يعني ومن المؤلم يعني أنا سمعت كلام يعني كلام مثير. نحن الآن لا نريد أن نحاكم تركيا. صحيح. ولكن في نفس الوقت لا قطر ولا سعودية خرجت على الشعب السوري وهي تقول لهم حماقة أحمر. صحيح. هذه كلمة لها وزن في الميزان. أن نقول بأن المعارضة السورية لم تنظم نفسها. الدور التركي في المنطقة هو دور إيران، وكل خطوة قصر فيها أردوغان عن القيام بما قامت به إيران وقاسم سليماني هو تقصير يحسب على تركيا ودفع ثمنه الشعب السوري. يعني لا نريد أن ندخل في هذه المصيبة نزلت على الشعب السوري. أنا لا أبرئ الآخرين، لكن يجب أن نكون منصفين. كلمة عندما جاء أحمد داود أغلو مشكورا وقال 15 يوم وتنسحب الأسلحة الثقيلة وكنا نشكو من دبابات، وانتهت 15 يوم ولم ينسحب أحد، توقعنا أن تأتي دبابات أردوغان لتحديدنا، وكان هذا واجبه حسب ما وعد. يعني أنا لا أريد أن أكون متحاملا ولا أريد أن أكون مبررا. هناك مشهد سياسي متداعي شارك في صنعه الكثير من الأطراف. الآن كما يقولون الفأس وقع في الرأس، الشعب السوري خرج وشعر أن صرخته مالنا غيرك يا الله هي حقيقة، ودفع ثمنها غاليا وما يزال يدفع ثمنها غاليا. الدولة التركي المعول عليه لم يكن أهل سوريا يعولون. لا تؤخذني على دولة مثل قطر. تركيا بالنسبة للأمة العربية أمة توازي أمة، بالنسبة للشمال السوري هي جار. وبالتالي الآن كما تفضلتم نحن أخذوا منا البيت وأعطونا الخيمة، ورغم ذلك أنا سأردم كل ذلك. هذا ليس أوان الكلام. هذا الحسابات. نحن الآن أمام مشهد جديد، وقف إطلاق نار. وقف إطلاق نار إلى أين سيؤدي؟ هل سيشمل إيران؟ حتى الآن لم تحدد موقفا واضحا. الكتائب الإيرانية على الأرض أكثر من 70 فصيل في أكثر من 150-160 ألف مقاتل. بشار الأسد لا يمثل هؤلاء وليس له سلطة عليهم. وحتى بوتين ثبت لدينا في لحظات الخروج من حلب ليس له سلطة عليهم. بالتالي نحن الآن كما نقول في عنق الزجاجة. أنا لا أريد أن أسبق وأقول سنرفض إطلاق النار، مع أنه أرى في بنوده الكثير من النقاط التي يمكن أن يشار إليها. وقف إطلاق النار بالنسبة للسوريين في الظرف الذي آل إليه أمرهم، ونحن نترقب مجيء ترامب والذي يمكن أن يجعل الناس يترحمون على أوباما، أقول وقف إطلاق النار يعتبر بحد ذاته مكسب. وبالتالي كيف سيتصرف الأتراك؟ الآن الأوراق بيد تركيا.
هؤلاء اللي يقولوا 60,000 مقاتل 70,000 مقاتل هم في ظروف وضعوا في ظرف يذكرنا بالحكاية رأس حلب المقطوع يعلم الناس الكثيرين. أردوغان قال للمسلحين أو تركيا، دعني ما أستعمل لفظ أردوغان لأننا نحبه ونحن متألمون به لأننا وثقنا به في البداية، أقول الحكومة التركية قالت للمسلحين من حلب اخرجوا، ولكنهم لم يخرجوا فدفعوا الثمن. الآن هؤلاء المسلحون يفاوضون تحت نفس هذا الكلام، تخرجون أو تنصاعون أو تقبلون أو تقتلون. وبالتالي فنحن أمام معادلة صعبة. دور التركي في منع السلاح، يعني من أين يأتي السلاح للمقاتلين؟ الشعب السوري ما هو داعش، داعش يصل سلاح، لأن هؤلاء في الموصل كيف يقاتلون كل هذه الأشهر؟ ما أحد يسأل هذا السؤال. لا نفذ عندهم ذخيرة ولا نفذ عندهم سلاح ولا يعني هذه معادلة عجيبة، لكنها بالنسبة إلينا مفهومة. المستقبل الآن نصف أعيننا، نحن لا نزال بحاجة إلى كل أشقائنا، بحاجة إلى تركيا، بحاجة إلى الأردن، بحاجة إلى السعودية، بحاجة إلى قطر. الآن روسيا بدها تجيب مصر تدخلها على المؤتمر، يعني نحن بحاجة إلى كل أشقائنا. الموقف في سوريا صعب، الحلفاء الآخرون، المحور الآخر أقصد السوري الإيراني الروسي، متماسك موحد صلب جريء شجاع غير متردد. على الطرف الآخر رأينا ما رأينا ويكفينا تلقي دروس، ولا نريد أن نتقاذف الكرة. الشعب السوري لم يكن منظما، الثورة السورية من مسؤول عن تنظيم الثورة السورية؟ من مسؤول عن تجنيد هؤلاء الملايين السوريين الذين أصبحوا الآن شباب عاطل عن العمل في المخيمات؟ تدريبهم، تنظيمهم، تحويهم إلى حشد شعبي حقيقي سوري يدافع عن سوريا، من المسؤول عن هذا؟ مسؤول عن هذا إنسان أخذته الحمية والشجاعة وخرج يقول يا الله. يعني نحن ألغينا أو سنغلق هذه الصفحة، كان درسا أليما، ودرس أليم دفع ثمن الشعب السوري يعني كثيرا وكثيرا جدا وما كنا نتصور. الآن هل سيبقى بشار الأسد؟ هل سيبقى نظام بشار الأسد؟ هل ستبقى الطائفية في سوريا؟ هل سنذهب إلى سوريا ممزقة مشرذمة؟ كل هذه الأسئلة تقفز في أذهاننا ونحن ننظر إلى أن الفاعل الآن القرار الآن نجحوا، وهذه لعبة دولية ولتهم الشعب السوري. نجح الروسي والتركي في عزل الولايات المتحدة، ودعني أكرر التركي هو الذي لا يتصل بالأمريكي، لأنه يعني نحن طريقتنا الشرقيين أو المسلمين بنزعل، بينما الأفروف يتصل بكيري ويضعه أمام الخطوات خطوة خطوة ويأخذ موافقته، هذا جزء من الدبلوماسية. أردوغان هو الذي يصعد مع الولايات المتحدة، روسيا لا تفعل هذا، لكن المشهد عزلت الولايات المتحدة عمليا، عزلت الدول العربية. يعني الآن تم وقف اطلاق النار، الدول العربية ليس لها يد، ليس لها قرار، ومع ذلك احنا قابلين. يقولون لنا في نص القرار بضمانة تركية روسية، يعني ماذا يعني الضمانة؟ يعني هل إذا الآن الفصائل الإيرانية تصرفت على الأرض واعتدت على الشعب السوري وخرقت وقف اطلاق النار في دمشق ولا في حمص، ستتحرك القوات التركية لتمنع هذا؟ ما معنى الضمانة؟ الضمين عندنا في العامية نقول الضمين عداد، الكثير عداد، الذي يقول أنا أضمن أنا أكفل، مش ببيان إعلامي، بيان إعلامي كل الناس، نحن الآن نتكلم إعلام، منعلي صوتنا منوطي صوتنا، هذا لا يعني شيئا. لكن عندما نقول الآن نسمع روسيا تضمن، لأن روسيا عندها الطائرات اللي بقولها لا تقص، لكن تركيا كيف ستضمن؟ هذا سؤال يعني يخطر على بالي. وأنا أسمع وأكثر من مرة كل الآن الذين يعطون التقارير يقولون بضمانة تركيا بضمانة روسيا، كيف ستضمن تركيا؟ هل كضمانها الآن كالضمان الأول؟ نحن لا نريد، والله نحب تركيا ونريد لها الخير ونريد منها الخير، ولكن أصبحنا مضطرين لأن نسأل هذه الأسئلة، لأننا تعودنا أننا هذه الضمانة في الحقيقة لا معنى لها. نقبل الآن الضمانة التركية، ثم يعتدي علينا هذا ويعتدي علينا هذا ويعتدي علينا هذا، ثم لا نجد ضامنا. في نقطة الشعب السوري دفع كثيرا،
ودفع كثيرا، ليس نتيجة لا أحد يتكلم ولا كلمة عن التضحيات السورية ولا عن بذلهم ولا أحد يحدثني عن هذا الاختلاف. كل ثورات العالم الفرنسيون، كم حسبة الفرنسيين وكيف كان تنظيم الفرنسيين عندما واجهوا النازية، كيف كان تنظيم الفيتناميين عندما واجهوا الفرنسيين أولا ثم واجهوا الأمريكان. هذه حالة شعبية عفوية، يأتي الكبار فينظمونها ويبسطون رعايتهم عليها ويضعون كل شيء مكانه. أما أن نحمل الناس بهذه الطريقة المسؤولية، أنا أقول هذا شيء مؤلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا. أبقى معي دكتور جهلي، نستمع إلى الشق العسكري. معنا سيادة العميد ركن أحمد شروف، أهلا وسهلا بك سيادة العميد. الأسلحة، يعني عندما نقول وقف إطلاق النار، الأسلحة مقيدة، هل سيتقيد كافة فصائل الثورة السورية بوقف إطلاق النار، وهل يتقيد الحشد الشيعي الشعبي الصفوي بوقف إطلاق النار؟ ثم النقطة الأخرى، يعني الآن عندما توقف إطلاق النار يجب أن يكون هنالك توازن ردع، هم يملكون نقاط قوة ونقاط ضعف، وأنتم تملكون نقاط قوة ونقاط ضعف على الأرض، الوضع الميداني لصالحهم بالكامل، على ماذا هم سيعتمدون في وقف إطلاق النار، وما الذي سيردعهم إذا كان ضرب 176 ضربة كيماوي للشعب السوري لم تردعهم، لأنه لا يوجد مجلس أمن ولا أمم متحدة، فكيف الآن سيلتزمون؟ بداية حياكم الله والسادة المستمعين. أهلا وسهلا. ليس الأمر بالحديث عن وقف إطلاق النار هو حديث معقد ومركب ومتناقض، ولكن بداية أحيي ضيوفك أيضا، وأريد أن رد بسيط على الأستاذ الكريم الذي تفضل، لأن القوى المتحالفة هي قوى متماسكة. سأرد بعض لو سمحت لي وأنتقل تفضل. إلى الإجابة. تفضل. القوى المتحالفة التحالف الروسي هي متماسكة في مستوى القيادات بأهداف متناقضة ومتناقضة جدا ومتخالفة ومتصارعة، وصلت إلى حد الصدام المسلح بين تلك الميليشيات فيما يتعلق بميليشيات بشار الأسد وميليشيات إيران والتمرد على القرارات الروسية. إذن هذه القوى ليست متآلفة وليست متماسكة، إنما الوضع الميداني التفوق العسكري هو جعل منها تظهر بهذا الشكل. أما فيما يتعلق في وضع الأمريكان، لماذا لم ينسق فلان أو دولة كذا مع الأمريكان؟ الأمريكان حسموا أمرهم ولا دعم للقوى الثورية، هم عملوا على تفتيت المعارضة ومنعوا عنها، ولن نردد ما قيل، ولكنهم حسموا أمرهم ولا يعنيهم سوى منطقة شرق الفرات، ولن يتدخلوا أبدا بالداخل السوري، ولكن سيتدخلوا في منع التسليح ومنع توحيد القوى الثورية، وقد فعلوها وسيفعلوها لاحقا. بالنسبة لل بالنسبة للقوى الثورية، القوى الثورية لم تخسر شيء حتى الآن، ما زالت موجودة، ويمكن في حال فشل هذه المفاوضات التحول إلى الحرب الشعبية. أما فيما يتعلق بتنظيم الثورة ومن سينظم، نحن قبل أن يأتي الروس إلى هنا في أيلول 2015 كان مسافة زمنية هي 4 سنوات، لقد منع هنا. لن أنا أؤيد كل ما ورد على لسان الضيف، ولكن منعنا نحن من تنظيم هذه الثورة عسكريا، وليس بقرار واضح، ولكن باستقطاب شباب متحمسين كما قال، لا يملكون الحماس ولا يملكون الخبرة والدراية العسكرية، وهذا ما أفضى إلى ما نحن عليه. لم يحصل شيء بهذه السلبية كما يصور، إنما نحن يجب أن لا نرد ما يقوله الإعلام، ونظهر أن الروس والإيرانيين قد كسبوا الكون في معركة حلب. هي معركة لم تنتهي حتى الآن، وما زال في غرب حلب في خان طومان وخان العسل إلى العيس القوى الثورية موجودة. الحديث عن توحيد القوى الثورية هو حديث بدده الإعلام وشكك فيه، وسوف يقنعنا وأقنع الحاضن الشعبي، حتى أقنع أولئك القائد الثوريين أو القائد المجاهد، هذا الرجل الذي أوصل بنا أوصل الثورة العسكرية إلى هذا المكان، أقنعه بأن الاتحاد هو دمار. من قال إن الاتحاد هو دمار؟ هل نتحد مع الميليشيا الحشد الشعبي فيصبح اتحادنا نجاحا؟ هذه المسائل كلها تحتاج إلى إجابات لن يجيب عليها إلا كما قال ضيفك الخبرة والمهني في إعادة التنظيم والترتيب. الآن وقف إطلاق النار هو
هو ليس وقف إطلاق النار، هو سعي روسي لترتيب الحال الميداني في سوريا بما يخدم المصالح الروسية لإعادة الإمساك بالورقة وإعطاء الأطراف الأخرى من النظام إلى إيران إلى تركيا بعض أجزاء من هذه الورقة. في حال تم هذا تمت هذه الهدنة فسيكسب الروس كثيرا، وفي حال لم ينجحوا فيها فسينهار الوضع إلى ما هو أسوأ، وبالتالي لا شعب، لم يسجل التاريخ أن شعب هزم، صحيح التضحيات كبيرة. بالنسبة إلى ضامن، من يضمن؟ لا أحد يضمن. القوى الميليشيات الإيرانية هي متمردة على الروس ولم تستجب لهم لا في حلب ولا في غيرها، ورأينا كيف بدأوا يتدخلون، هم ينسقون مع الروس من جانب في غرب الفرات وفي وسط سوريا، وينسقون مع الأمريكان في شرق الفرات وفي شمال شرق سوريا، وقد أدخلوا قسم من الحشد الشعبي إلى فوج كوكب إلى منطقة القامشلي. هذا يعني أنهم لا يريدون إيقاف إطلاق النار، إنما هي عبارة عن محادثات مع الروس لترتيب هذا الوضع الأمني، للقول بأن الروس الذين دمروا سوريا ووضعوها في هذه الحالة من المآسي هم يلعبون دورا فاعلا في إيجاد تسوية. هذه التسوية إلى ماذا ستفضي؟ لا تفضي إلى شيء، كما قال الرئيس المجلس الروسي الأبحاث الروسي، سوريا سوف تقسم إلى مناطق تتبع للقوى الإقليمية والقوى الفاعلة في سوريا، مركزها يكون بقيادة علوي، هكذا قال بالحرف الواحد. فهذا يعني إذن على ماذا نفاوض بعد الذي قيل؟ لا شيء. ربما الاتجاه نحو أن نبرئ أنفسنا بأن نتجه نحو الحل السياسي وهو مطلب ربما يكون أصبح له جماهيرية أكثر، ولكن لن نفضي إلى شيء إذا كنا سنقتصر على حلب وحمص وبقية المناطق الداخلية ونترك وادي بردة ونترك حي الوعر في حمص ونترك الزبداني ونترك حي جوبر، فماذا يعني هذا؟ هذا يعني الانفراد أيضا، إعادة اللعب مرة أخرى علينا بالانفراد بالمناطق الثورية، كل منطقة على حدة، ومن ثم تدميرها تحت شعار المصالحات والحصار، ومن ثم نقل السكان أهالي البلد إلى خارجها. أي هدنة هذه أو أي اتفاقية تفضي إلى الخروج خارج البيت أو خارج السكن أو خارج المنطقة إلى آخر هذه الأمور؟ وإذا كنا نتحدث عن نوايا حسنة فلا يوجد نوايا حسنة لكل الأطراف. القصير احتلت منذ عام 2013، لم يعد أحد إليها. هذه مسألة يجب النقاش عليها عندما نطرح جبهة النصرة أو فتح الشام كما يقيل أو إلى آخره من هذه التنظيمات، يسموها ما يشاءوا. لماذا لم نطرح في المقابل رفع الحصانة عن الحشد الشعبي الذي قال عنه العبادي أنه غير قانوني وجوده في سوريا؟ هذه المسائل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ولكن خاميني قال أنه حشد عابر للحدود، وبناء عليه بدأت طلائعه تصل إلى أزرع ومنطقة دعادير عدس وخان الشيح لبدء معركة كما يسمونها استعادة الجنوب ب 72 ألف من الحشد الشيعي الشعب الدولي العابر للحدود. نعم تماما هي أنا تحدثت عن العبادي كونها قوى عراقية، ميليشيا عراقية لا تتبع توالي إيران، وهي عراقية بالجنسية. فإذا كان حاكم العراق أقر بأنها غير شرعية، فكيف يعتبرها النظام الروس شرعية؟ هذا هو يجب، هذه هي المعادلات التي نحن في صددها. نحن لم نهزم، الأمور ما زالت بخير، ما زال، ولكن أن نجلس ونصنف هذا هو معتدل وهذا هو سلفي علماني، وهذه هنا العقدة في الثورة في القسم الميداني من الثورة. سيادة العميد، فقط النقطة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، يعني الأسلحة مقيدة، هل سيشمل ذلك الغوطة الشرقية؟ أنت تعلم هنالك مشروع إيراني لضرب دمشق بحزام من الحشد الشيعي الشعبي الصفوي، وحتى هنالك بعض المناطق في بساتين المزة وقرب مشفى الرازي أخرج السكان ولا يوجد مقاومة أو لا يوجد ثوار بهذه المنطقة، ورحلوهم على منطقة تدعى قطنة، ومن ثم قالوا هذه الأبنية غير صالح للسكن والآن يسكنها الحشد الشيعي. فلذلك هم الغوطة الشرقية يريدون أن يكملوا قدسية والتل والهامة لكي يضربون طوق حول دمشق بحزام الحشد الشيعي الشعب الصفوي لمنع تقدم الثوار إلى هذه المنطقة. يا سيدي، قطنة أفرغت منذ عام 2014 من سكانها السنة تحديدا، كونها موقع استراتيجي يقع في عقدة الوصل بين الديماس
والزبداني وبين دير العشائر السوري واللبناني وهي مركز لحزب الله، وبين شبعة على سلسلة السفوح الشرقي لجبل الشيخ إلى العرقوب إلى لبنان. هذه المدينة الكبيرة أفرغت من عام 2014 وطلب من الأهالي بالصريحة اخرج إلى حيث ترغب، هنا ليس لك وجود، هذا هذه مدونة موثقة. ولكن أي هدنة لم تشمل جوبر ولا الغوطة الشرقية ولا وادي بردة فهي هدنة فاشلة، ويجب على القائد الثوري والمجاهد الموجود الآن في المفاوضات أو المباحثات ترتيب الوضع الميداني ألا يقبل إلا بضم هذه المناطق إلى الاتفاقية، غير هيك أصبح مشكوكا فيه ويجب أن يوضع عليه إشارة استفهام. نعم. إذا شملت هذه المناطق فنستطيع أن نقول ربما نعيد توازن، ولن نتحدث في هذا الجنوب تعيد الثورة الميدانية توازنها العسكري. أما فيما يتعلق بالجنوب نعم يوجد مقاتلين، هم ليست فارغة، لم يستطيع النظام الوصول إلى دارية إلا بعد قطع الإمداد عنها، الآن في بيت جن في كفر حور مناطق كبيرة لا يذكرها الإعلام، هي مناطق كبيرة وواسعة وموجود فيها مقاتلين ويقاتلون الآن. نستطيع أن نأخذ المبادرة كما تفضلت وكما تفضل ضيفك بإعادة التنظيم العسكري للثورة. نعم. هذه لم نخسرها أبدا، لا أحد يشك أننا خسرنا معركة واحدة، تراجع النظام عن إدلب ولم يحدث شيء، وتراجع النظام عن مدن كثيرة ولم يحدث شيء، فلماذا بالأمس تراجع عن تدمر وهي منطقة استراتيجية فيها حشود وفيها قاعدة عسكرية روسية وتراجع النظام عنها؟ التراجع عن منطقة لا يعني خسارتها. المهم كما ذكرتم جميعا إعادة التنظيم والانتقال إلى مرحلة الحرب الشعبية خارج المدن والبلدات إذا نعم. لم يتم إضافة الغوطة وحي جوبر ووادي بردة إلى الاتفاقية. وصلت الفكرة، كل الشكر والتقدير لدكتور زهير سالم ودكتور زكوان بعاج وسيادة العميد ركن أحمد الشروف والأستاذ منصور الأتاسي والأستاذ نصر فروان ودكتور عدنان البوش، كان معي من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مشهور الحنيطي. في نهاية الحلقة نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم ونشكر لكم حسن المتابعة، في رعاية الله نترككم وإلى لقاء يجمعني بكم هذه أغلى أمنياتي. عم تسمع راديو أوريون.